تحت ستار بيع المواهب الرياضية الناشئة في النوادي بيتم عمل بيزنس كبير من الممكن ان هو يقضي على المواهب الشابة في مجال كرة القدم، وفي نفس الوقت ما بيحققش أحلام الشباب في الوصول لملاعب الكرة والنوادي الكبيرة. عشان كده كابيتانو مصر كان أكبر مشروع لاكتشاف المواهب في كل حتة في مصر في كل المحافظات، بيتم صناعة نجوم جديدة في مجال كرة القدم وبيقدمهم لمجال الرياضة في مصر. النهاردة هنتكلم عن كابيتانو مصر بشكل تفصيلي أكتر وإيه اللي بيقدمه للرياضة في مصر واكتشاف المواهب الجديدة، مع ضيفي اللي مشرفني الأستاذ إبراهيم منصور رئيس قسم الرياضة في جريدة الوطن. أهلا بك يا أستاذ منصور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. ثلاث مواسم من كابيتانو مصر حقق نجاح كبير جدا وإقبال مذهل من كل المواهب الصغيرة وفي مراحل مختلفة في كل حتة في مصر. كلمني عن المشروع ده ويعني على أرض الواقع بقى حقق إيه كابيتانو مصر؟ كابيتانو مصر انا بعتبره نموذج مضيء في الكره المصريه في الفتره الاخيره، يمكن هو موسمه الثالث على التوالي، يمكن في الموسمين الاولاني حقق نجاحات كبيره. يعني على سبيل المثال انا في وجهه نظري يمكن هو قضى على المجاملات في قطاعات الناشئين، قضى على فكره ان اكاديميات كره القدم كانت الفتره الاخيره وفي الاعوام ما قبل انطلاق كابيتانو مصر كانت بتستنزف يعني اموال اولياء الامور. النهارده حلم محمد صلاح بيطارد الاغنياء وبيطارد الناس البسيطه في مصر، لان حلم كبير. اصبح كابيتانو مصر قضى على فكره الاكاديميات الكوره، قطاعات الناشئين لما تحولت لقطاعات استثماريه ده سبب مشكله كبيره وقضى على الموهبه في مصر. النهارده لما يجي برنامج كابيتانو مصر تحت رعايه الشركه المتحده وبالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه انه ينطلق في موسمه الثالث على التوالي، قدر ان هو يبقى نقطة نور كده لأولياء الأمور في قطاع في المحافظات بالكامل. إزاي؟ إن هو على الأقل ما عندوش شروط، ما عندوش فكرة، يكفي إن الاختبارات مجانية، إن مواليد 2010 لازم يكون عنده 14 سنة، بيروح بيتقدم الاختبارات في أي محافظة من المحافظات اللي بيتم الإعلان عنها، بيقدم بالزي الرياضي بتاعه، لا يكفي استمارة، لا بيدفع فلوس زي ما بيحصل في أكاديميات كرة القدم ولا في قطاعات الناشئين، ما بيحصلش استنزاف أولياء الأمور. فهو من خلال كابيتانو مصر الحمد لله إن المشروع ده موجود على أرض الواقع. ليه موجود على أرض الواقع؟ لأن فيه اهتمام من الدولة ومن القيادة السياسية. يكفي إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحه لمدينة المنصورة الجديدة في الموسم الثاني لما قابل المواهب وأثناء اختباراتهم وحفزهم، ده كان رسالة لكل قطاعات الناشئين وأولياء الأمور في مصر إن كابيتانو مصر ده هينقل قطاعات الناشئين في حتة تانية، هيكون نواة إن هو يمد منتخبات مصر إن شاء الله الفترات اللي جاية بالمواهب اللي أنا في رأيي إن قطاعات الناشئين لما تحولت لاستثمار قضت على الموهبة في مصر. قضت على الموهبة في مصر إزاي؟ الأهلي والزمالك لما بدأ يعتمد على فكرة إن هو يعني يتعاقد ويستقدم لاعبين من الدوريات المختلفة سواء في أفريقيا أو الدوريات العربية مؤخرا، بدأت فكرة الزمالك برضو نفس القصة، بدأت الأندية التانية، فده فكرة حتى الأهلي والزمالك أو الأندية الكبيرة في مصر بيستخدموا لاعبين جاهزين من الدوريات المصرية، فما بقاش يطلع من قطاعات الناشئين عنده، فدي سببت أزمة كبيرة. نادي زي المقاولين العرب حول قطاع الناشئين اللي هو خرج محمد صلاح، لكن تتخيل المقاولين العرب ده خرج محمد صلاح لما سافر بره وقدم مشوار احترافي رهيب. حاليا مولين العرب حول قطاع الناشئين بتاعه لقطاع استثماري لانه مش قادر يصرف. فانا شايف ان في وجهه نظري كابيتانو مصر ده الفترات اللي جايه هيكون هو يقدر يقدم لنا محمد صلاح جديد. فرصه لاكتشاف، بالظبط، فرصه لاكتشاف ملايين من محمد صلاح. أكيد. ايه اللي بيحصل في كابيتانو مصر لاستثمار المواهب دي؟ يعني لو نتكلم على التو سيزونز اللي فاتوا، بعد ما بنعمل الاختبارات وبنكتشف الموهوبين بنطور موهبتهم ازاي؟ بنعتني بموهبتهم ازاي؟ والله يمكن في لجنه علميه مشكله من معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي برئاسة الدكتور كمال درويش، في طبعا الدكتور محمود سعد اللي هو المدير الفني لبرنامج كابيتانو مصر. هما كابيتانو مصر ده عنده لجنة فنية بتضم مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين، مش عايز أذكر أسماء، لكنهم أنا شايف إن هم قامات كبيرة في كرة القدم المصرية. بيبتدوا إن هم بعد اللاعب ما بيجتاز الاختبارات، وبمناسبة الاختبارات بتتم بشفافية كاملة، يعني من خلال تواصلنا معاهم في كابيتانو مصر
مفيش حاجه اسمها مجاملات، مفيش حاجه اسمها اتصل مثلا انا بلاعب بنجم كره قدم سابق او الدكتور محمود سعد، لو سمحت انا بعت لك النهارده لاعب، زي ما بيحصل في اكاديميات الكوره او في قطاعات الناشئين او في اختبارات الانديه. ده الكلام ده بيحصل، مفيش الكلام ده خالص. الاختبارات بتتم بشفافيه وعلى اعلى مستوى. الموهبه اللي هي بتبتدي او اللاعب الصغير اللي هو عنده 14 سنه لما بيجتاز الاختبارات بيبقى له ملف معين، بيبقى له قاعده بيانات في النطاق الجغرافي بتاع محافظته. بعد كده بيتم من خلال وزاره الشباب والرياضه، انا ببلغ اتحاد الكوره، بتبلغ منتخبات الناشئين ان في موهبه في محافظه مثلا المنيا على سبيل المثال او محافظه اسكندريه، ده فبتدي مثلا منتخبات الناشئين تركز مع الموهبه ده، عشان خاطر منتخبات الناشئين حضرتك عارفه ان احنا عندنا ازمه كبيره فيها على مستوى القاعده من تحت خالص، عندنا مشكله، وده اللي مأثر على منتخب مصر. وكان من 2010 احنا مش عارفين ان احنا نتوج ببطوله كاس الامم الافريقيه. صناعه نجم زي محمد صلاح هي حاجة بقت ممكنة عند كل البيوت المصرية اللي عندهم أولادهم بيحلموا يبقوا محمد صلاح. إزاي كابتانو مصر بيوفر الفرصة لده من خلال التدريب الاحترافي، مدربين محترفين، اتاحت الفرصة في النوادي الكبيرة؟ وحضرتك كنت لسه بتقول في مشكلة في الناشئين وفي الأكاديميات الكورة وموضوع البيزنس والوساطة وكل ده، إزاي كابتانو مصر بيقضي على البيزنس والوساطة وبيحقق فرصة حقيقية وعادلة لكل موهوبين في مصر في كرة القدم؟ كابيتانو مصر في رأيي قضى على فكرة المجاملات في اختبارات الناشئين في الأندية، قضى على فكرة بيزنس أكاديميات كرة القدم اللي أنا زي ما قلت إنها بتستنزف أحلام الغلابة. النهاردة أي موهبة صغيرة أو أي طفل صغير سواء من سن 6 سنين بدأ يفهم كرة القدم، بيبقى حلمه الكبير إن هو يتفرج على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، يتفرج على عمر مرموش في الدوري الألماني، يبقى كل حلمه إن هو يكون نجم كرة قدم. فمن هنا جت فكرة كابيتانو مصر ان هو يقضي على فكرة المجاملات. طب بيعمل ايه كابيتانو مصر؟ كابيتانو مصر ده مجرد ما بيكتشف الموهبة ما بيشتغلش مثلا على تنمية مهارات كرة القدم فقط، لا بي 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 بيتكلم كمان على ان هو يبني شخصية. النهارده فكرة ان محمد عبد المنعم لما احترف من فترة قليلة جدا في نيس الفرنسي، حاليا مش بيشارك. محمد عبد المنعم انا من خلال مقربين منه يعني بيقول ان هو مش هيقدر يكمل مع انيس الفرنسي وبيفكر انه ينتقل لدوري تاني مثلا على سبيل المثال الدوري التركي. فكابيتانو مصر لما يبني شخصيه الطفل او اللاعب او الموهبه من صغره يبتدي يبقى عنده ثقه بالنفس، يبتدي يتعلم لغه، يبتدي يتعلم بشكل احترافي باحدث الوسائل العلميه، يطمئنان على حالته الصحيه بحيث انه لما يتم تاهيله وانه يشارك مع منتخبات الناشئين بيتم فتح ان احنا نتواصل مع الانديه في اوروبا على سبيل المثال هناك، ان احنا مثلا ايه يحترف مثلا موهبه فيبتدي من صغره ان هو يكمل مشواره الاحترافي. في هنا نقطه مهمه جدا، لازم ثقافه الانديه تتغير. يعني مثلا النادي الاهلي فرط في محمد عبد المنعم بصعوبه جدا، ومارسيل كولر مدير فني ما كانش حابب ان محمد عبد المنعم ينتقل للدوري الفرنسي ويمشي. حصل الكلام ده مع امام عاشور، حصل الكلام ده مع اكثر من لاعب. انا بطالب ان ثقافه الانديه تتغير، ان احنا يبقى عندنا تسهيل لمهمه ان اي لاعب بيظهر مع نادي، لا زي ما حصل مع عمر مرموش. عمر مرموش متالق حاليا في الدوري الالماني لان لما جاي يحترف زمان ما حدش وقف في طريقه، ما حدش عطله. فانا ان شاء الله انا متوسم خير وبامل ان كابيتانو مصر يستمر الفتره اللي جايه في تقديم، لان انا متاكد جدا انه هيقدم نجوم كره قدم ان شاء الله هيكون يحملوا لواء مصر ويرفعوا يعني رايه مصر ومنصات التتويج باذن الله. من المهم بناء رياضي كامل، يعني مش بس محترف في لعب الكوره وانما شخصيه، ادوات، لغه زي ما حضرتك اشرت. الاعمار ايه اللي بيستهدفها كابيتانو مصر في كره القدم؟ كابيتانو مصر بيستهدف اللي هو من 14 سنه بيستهدفهم، عباره ان اي ولي امر حتى بيتفرج عليا العمليه مش صعبه جدا. كل الحكايه ان انت بتقدم على لينك كده على الصفحه الرسميه لبرنامج كابيتانو مصر، بتقدم بيانات ابنك ان هو مثلا حابب ان هو ينضم للاختبارات. لما بيحددوا مواعيد الاختبارات بيروح يحضر بايه؟ زي الرياضي فقط. طيب احنا عشان فاضل معانا اقل من دقيقه، في الاقل من دقيقه دي قول لي بقى ايه اخر استعدادات منتخب مصر، بما اننا بنتكلم على الكوره، منتخب مصر في معسكره الحالي استعدادا لمواجهه موريتانيا، اخر الاستعدادات؟ منتخب مصر طبعا بيستعد لماتشين موريتانيا في تصفيات افريقيا،
هيبقوا يوم 11 ويوم 15 اكتوبر. ان شاء الله احنا كلنا داعمين لمنتخب مصر بقياده كابتن حسام حسن. محمد صلاح هينضم خلال ساعات، وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم. كل الكلام اللي اتقال ان محمد صلاح زعلان على عدم انضمام حجازي، الكلام ده لا اساس له من الصحه. محمد صلاح داعم للجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن. ان شاء الله نقود يقود منتخب مصر مع حسام حسن لكاس الامم الافريقيه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مواجهته امام موريتانيا. شرفتني استاذ ابراهيم منصور رئيس قسم الرياضه بجريده الوطن، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا جزيلا.